راسل مجلس النواب أمس الأربعاء رئيس الحكومة بخصوص اقتراحات مستعجلة للحد من تأثير وتداعيات تفشي وباء كورونا بالمغرب. هذه الإجراءات تهدف إلى دعم القطاع الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وكذا دعم المقاولة والتجار والمهنيين بالقطاع الخاص. تفاصيل أوفى في هذا التقرير لحمزة سعود. راسل مجلس النواب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أمس الأربعاء في مذكرة حول اقتراحات مستعجلة للحد من تداعيات الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، لمواكبة تدابير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من أجل المحافظة على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا. الإجراءات الجديدة تعتمد على 35 اقتراحاً وتدابير استعجالية تخص قطاع الصحة وتداعيات الأزمة على الحياة الاجتماعية للمواطنين وانعكاساتها على الاقتصاد المغربي، عبر دعم ميزانية قطاع الصحة وتقوية العرض الصحي من خلال تجهيز مختلف المستشفيات بآلات التنفس الاصطناعي الضرورية لمعالجة ضحايا وباء كورونا، وتأهيل بنيات الاستقبال في المراكز الصحية الاستشفائية، وكذا تزويدها بالمعدات الصحية والوسائل اللوجستيكية الضرورية، بالإضافة إلى إحداث مستشفيات جهوية مؤقتة ومتنقلة بالمناطق النائية بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمصالح الإنعاش والأمراض التنفسية. واقترحت اللجنة تدابير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي تستهدف الرفع من رصيد صندوق جائحة كورونا واعتماد الدعم المباشر للفئات الهشة من خلال تخصيص تعويض شهري يعادل 2000 درهم لكل أسرة، وصرف الإعانات للأسر والمواطنين المتضررين في القطاع غير المنظم كنوادي المقاهي وعاملات الحمامات وغيرها للاستفادة من الدعم العمومي المباشر. مجلس النواب اقترح أيضا دعم المقاولات والتجار والمهنيين عبر وضع مخططات استعجالية لإنقاذ القطاعات المتضررة وإلغاء الغرامات والزيادات برسم أداء الضرائب والرسوم مع تأجيل أداء الضرائب والتحملات الاجتماعية المستحقة، وأيضا تأجيل أداء الاستحقاقات الشهرية للبنوك بالنسبة للقروض.